لا يعلو صوت هذا البائع إلا في شهر رمضان، فهو يملك مشتلا زراعيا يعمل فيه 11 شهرا من كل عام، ومن ثم يغلقه وينتقل إلى ممارسة هوايته المفضلة، صناعة المشروبات الرمضانية. المصلحة هاي والله كهواية ما هي تجارة، لأنه أنا بشرب سوس وبحب أشتغله بس في شهر رمضان. مصلحتي الأساسية مشتل إلك شربة طعمها هذولا، عرفت علي؟ بس بشتغلها في شهر رمضان. العصائر إجمالا التمر هندي بنمرسه على إيدنا، والسوس من خمره إحنا قبل بيوم على إيدنا، الجلاب بنستخدم إحنا السوري اللي هو الغزي أو الفرنسي. وبعد الإفطار لا بد من تناول التحلية، عادة ما يكون أساسها القطايف والتي لا تظهر إلا مع ظهور هلال رمضان. براء أحد صانعي الحلويات في مدينة نوى، تعلم المهنة من والده ويعمل بشكل مضاعف في الشهر الفضيل بسبب زيادة الطلب على الحلويات الرمضانية. القطايف بأنواعها قشطة وفزق حلبي وجوز وجوز الهند، ومطلوبة برمضان يعني أكثر من صنف، وفي عصافيري ونساوي أكلات عربية يعني، والحمد لله رب العالمين في إقبال بالوقت الحالي، ورمضان كريم الحمد لله رب العالمين. أوضاع شوي مضاعفة بس في إقبال الحمد لله. جلاب جلاب بارد. رغم ويلات حرب استمرت سنوات طويلة، يحاول السوريون الإبقاء على عادات وتقاليد الإفطار في رمضان من خلال تناقل عديد من المهن تنشط في الشهر الفضيل من جيل إلى جيل. مالك خطاب، حلب اليوم، ريف درعا الغربي.